الذئب الذكي حكاية من التراث الأمريكي. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك مدينة تعيش فيها مجموعة من الحيوانات. وذات يوم ذهب بط طيب القلب إلى المدينة لشراء بعض من الملح والفلفل والبن. وأثناء وجوده بالمدينة رأى البط إعلانا للقبض على أفعى قاتلة، فأدرك خطورة الأمر وقرر أن يترك المدينة، فعاد متجها إلى الجبال. وفي طريق عودته إلى البيت، أنجدا أرجوك أنقذني. من هناك؟ من؟ أنا هنا تحت الشجرة، لقد سقطت علي هذه الصخرة عند قيام عاصفة شديدة. أرجوك أن ترفع الصخرة عني، أتوسل إليك. مسكين، حسنا سأفعل ما باستطاعتي. شكرا لك. قطع البط الطيب قطعة من الخشب وحشرها بين الصخور. ابذل ما لديك من جهد. حسنا انتظر لحظة. يا إلهي، هيا حاول أرجوك. أسرع. لا أستطيع. فكرة. إلى أين تذهب؟ انتظر لحظة. لقد نجحت. وأخيرا تحرك الحجر، ولكن كان الحيوان الذي قام البط بإنقاذه هو أنت. هذا صحيح، أنا القاتل الذي يخشاه الجميع، حتى الرضع يصابون بالفزع عند سماع اسمي. أنا الأفعى. أخذ البط يرتجف من شدة الخوف. شكرا أيها البط العزيز. عفوا، أنا ذاهب. وداعا. انتظر، لا تهرب. ماذا تحمل في هذا الكيس؟ هيا أخبرني. إنه ملح وفلفل وبن. نعم، رائع. أنا لا أستغني عن القهوة أبدا بعد تناول الطعام. نعم، تقصد أنك ستأكلني؟ بالطبع، بقيت تحت الصخرة لمدة طويلة وأنا جائع. غير معقول، هذا أمر فظيع. ما هو الأمر الفظيع؟ لقد أنقذت حياتك، أنت مدين لي بحياتك بدلا من أن تشكرني. هذا غير معقول. أراك لا تفهم الأمر. ألا تعرف أن من يقدم معروفا يعاقب عليه؟ إنه أمر مسلم به. ما هذه الخرافات؟ ألا تعرف بأن المعروف يقابل بالإحسان؟ لم يصدق البط كلام الثعبان، فاقترح عليه أن يسأل حيوانا آخر عن جزاء من يفعل خيرا، فأجابه الثعبان: حسن، ولكني واثق بأن الجميع يوافقونني الرأي. ومر حين ذاك حمار عجوز. أرجوك أيها الحمار، أخبرني بماذا يقابل المعروف؟ أرجوك، هيا. بالرغم من أنني مشغول سوف أجيبك. لقد عملت بكد عند سيدي، ورغم كدي وتعبي لم أتكلم يوما، ومر الزمن فأصبحت عجوزا ولم أستطع العمل كالسابق. هل تعلم ماذا فعل سيدي؟ لقد طردني بعد سنين من العمل الشاق، ولم يعد لدي شيء سوى جسم واه وأكتاف يابسة. خير لك ألا تفعل معروفا، لأنك لن تنال منه سوى العقاب. والآن اسمحوا لي، إنني مشغول. مع السلامة.
أرأيت؟ خير لك أن تقر بالهزيمة. كلا، انتظر، إن رأيا واحدا لا يكفيه، دعنا نسأل شخصا آخر. فلتسأل. كفى كفى، لقد طفح بي الكيل. وراح البط على الفور يسأل الثور عن رأيه. سوف أحكي قصتي. لقد عملت مجتهدا عند سيدي وكنت أقوم بأصعب المهام، لكني لم أتذمر في يوم من الأيام، ومرت السنين فأصبحت عجوزا واهنا. فماذا تظنه فعل بي؟ بدأ يطعمني كثيرا. حسنا، لقد كافأك، كنت واثقا من أنني على حق. إنك مخطئ. أدركت خطة سيدي وقرأت أفكاره. كان يطعمني كيأسمن ليأكلني في العين، فهربت منه إنقاذا لحياتي حتى وصلت إلى هنا. خير لك ألا تفعل معروفا، لأنك سوف تعاقب عليه. كفى، لقد طفح بي الكيل. من يفعل معروفا ما هو إلا مغفل كبير. حسناً، هيا استعد، سأكلك، كن هادئاً. انتظر، انتظر أرجوك. لا، لن أنتظر أكثر، هيا تقبل الهزيمة بصدر رحب، هيا. النجدة، ساعدوني يا النجدة، النجدة، ما الذي يحدث؟ أرجوك، أرجوك انقذني، هذا الثعبان يريد أن يأكلني. أنت، هذا البط لي، دعه وشأنه، أتفهم؟ دعنا نزل هذا الذئب، أرجوك، إنه يقول الصدق، أنا واثق، امنعني فرصة، أرجوك، امنعني الفرصة الأخيرة. لكنه لن يفيدك بشيء، أنا أعرف ذلك، هيا اسأل، أنا أستمع. أرجوك يا إلهي. حسنا، لكنها آخر فرصة، هيا اسأل. وهكذا راح البط يسأل الذئب، وأخذ الذئب يفكر مليا في الأمر. ماذا قلت؟ المعروف يقابل بالعقاب؟ نعم. حسنا، لنرتب الأحداث، كيف كان الثعبان آنذاك؟ لا يمكنني أن أحكم في الأمر هكذا، يجب أن أعلم الأحداث. حسنا، معك حق، نعم. وذهب ثلاثتهم إلى الصخرة. كيف كان الحال آنذاك؟ انظر، هكذا، نعم، هكذا، 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 لا لا، هكذا يمكن أن أخرج، نعم. حسنا، إذن هكذا. ستقتلني. كفى. هذا أفضل، ها؟ نعم، هكذا. هل هو نفس المكان بالضبط؟ نعم، لا أستطيع أن أتحرك أبداً. حقاً؟ نعم، بالتأكيد. ماذا لو تركنا الحجر هكذا للأبد؟ ها؟ ماذا أيها الذئب المخادع؟ أخرجني، أخرجني. حسناً، أنت الذي قلت بأن المعروف يقابل بالعقاب، ما رأيك بذلك الآن؟ أخرجني من هنا أيها الوقح. لقد كان ظني في محله، من يقدم معروفاً يكافأ عليه. لم يتمكن الثعبان من البط، وراح البط يشكر الذئب كثيرا لإنقاذ حياته، واتجه إلى البيت، ولكن الآن لدي وجبة شهية ولذيذة، ماذا معك في الكيس؟ أخبرني. فلفل وملح وبن. رائع، القهوة أساسية بعد وجبة شهية. ماذا؟ نعم، الآن جاء دورك يا عزيزي. أنا؟ النجدة، ساعدوني، ساعدوني، توقف.
إلى هنا نصل إلى ختام قصتنا، فلا أحد يعرف مصير البط أو الذئب أو الثعبان. حسن، ما رأيكم أنتم؟ هل توافقون بأن من يقدم معروفا يعاقب عليه؟ بالطبع لا، أليس كذلك؟